الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صحابي قصد لي سقالات وحشي بن حرب والمؤرخين تيرادين قتل خير الناس بعد محمد وقتل شر الناس أيضا. ذلك كان هو خير بدل ما كنا محمد قريبه أي دليل ذلك كان هو شر بدل دليل. من هذا الذي أدمى فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل عمه حمزة بن عبد المطلب يوم أحد؟ طلب أن قنضنا مثل كان مروبتك أبو قلبك النبي صلى الله عليه وسلم كي يقول لي نبي أديك وحمزة مالك أحد. ثم شفى قلوب المسلمين حين قتل مسيلمة بن الكذاب ومسيلمة الكذاب يوم اليمامة. إسلامك أنا صاب أن قضي المسلمين جو إن رنهانتي أي قلوبته أي كود دوودو مركي ودري بين بدنه مسيلم هنيك النبي ماذا شيكتي دجال كي أمامه. إنه وحشي ابن حرب الحبشي المكنى بأبي دسمة وأنك مر عليه حبشي جاء كيدس عتاب دسمة. وإن له قصة عنيفة حزينة دائم دامية نيكا كان وحا كنت على نلشي سوحا صومرتي قصة آدية بمرغالة وحنون كيدا له أرنت بكيدا له فاعله سمعك ليروي لك مأساته بنفسي بل لقاها أماني وراريعي إساقا ينورني يبوي. قال وحشي يغضي يوحي وقال كي أنمرني كنت غلاما رقيقا أضم بانها لجبير بن مطعم إلا لي أيا إلها أحد سادة قريش. قريش مرح دي بن كبيرها جبير بن مطعم مركو صايص موح من غندور ورمضي سحابة لكن ما كان كان لأن وقتي شرك اللي بجري. وكان عمه طعيمته أذلك طعيمة به الجري قد قتل يوم بدر على يد حمزة بن عبد المطلب وأن الدلي هو حل الدلي تقال كي بدر وحن الدلي حمزة فحزن عليه أشد الحزن آب وغمر وأقسم بالله والعزى ليثأرن لعمه وليقتلن قاتله وجعل يتربص بحمزة الفرس وقال أركم مري بسوء الله يسانم وأن السنة إن أهلها أويهين لا تيب الزء وقدرتي إنه مركا وأقاد دونه ونديل دونه دلاجي دلي أديركي هذا هو بقى مركا نين مرة البابا حمزة أون برسك كراعة فرصة مركا لقاها. لم يمضي على ذلك طويل وقت وقت بكمسه وريجن ديالكي بدر حتى عقد قريش العزم على الخروج إلى أحد للقضاء على محمد بن عبد الله. وقت كمسه وريجن ديالكي بدر مكي قريش القرآن يكون جارين إني أبحان دجال يكون أقوى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالت خلص يا دجالكي أحب السوق جارين والثأر اللي قتلاها في بدر وجيت في كذا مبايا دجالك وحنا مروها إن لا أرى بدكي اللي يقول لي أما اللي يقول لي دجالك بدر مر مركيبة وحي أبا بولين دجال عصب ولما يعبح حي غزوته أحد فكتبت كتائبها وجمعت أحلافها وعدت عدتها ثم أسلمت قيادها إلى أو قيادها إلى أبي إلى أسامة وأبي سفيان بن حرب. وحلو حي دقال كي أما عيدا مدي ما يسكدوا بالربتل أما يسكدوا بالردق وهريوكي دقال كي قلها بالا ديالي وحلو حي أحلافها ويقا شامبور لها نواعي ديال سدان وحلو حي صحية إي لوجيستينا واي ديال سدان كدمنا أبن دوله دقال كو حلقة دي أبو سفيان بن حرب ولي الأذان هو كاملين. فرأى أبو سفيان أن يجعل مع الجيش طائفة من عقيلات قريش ممن قتل آباؤهم أو آباؤهن أو أبناؤهن أو إخوتهن أو أحد من ذويهن في بدر. نيك أبو سفيان ما دامه جميل لقبيه وحا أم قتيمك إن أعيدك أرعيه قار كاملة سيداتي قريش وهوانكي وللهي أبيوغو للاي المهي دلال للاي ولا لهود أما بعيدون قرابة اللي حكتد للاي المشك صدري وجدت كانوا الرؤى ليتحمسنا أو ليحمسنا الجيش على القتال سي مكة أقوك قرابيان عيدا كان دقال في إنا القلع أو ينبع لهم صدر المشك مش حرادين أو أفكر
ma aragtay saa u kala qaaday ujeedkuna uu yahay in markaa ragga la abaabulo dagaalka la geliyo. wayuxulna duuna alrijaali wa duuna alfiraar, isla markaana ragga ka ilaalinaya inay cararaan meesha hadday dumar ay joogaan oo u sheekaysan doonaan. marka qof walba waxaa rabaa inuu isgeejiyo oo marka dhulka lugaha ku hayo marka. فكان في طليعة من خرج معه من النساء زوجه هند بنت عتبة. هو إن كان تقال كان الرعي ما نكا هرمود كلا وكان دي دوما كوا هو جهمني وهاي أهاي أبو سفيان حاس كيسي والذي هجر هند بنت عتبة. وكان أبوها وعمها وأخوها قتلوا جميعا في بدر. وهاي هو إن أبيه يأذيتي يولالك بروح على مدة لتقال كي بدر markaad garan kartaa haddii la yiraahdo halkaa waxaad u qaabilsan tahay operationka ah ragga in aad gubaabisid ama noocan aad boorisid waxay wacdarahay muujin karta oo fahmi karta ay doorka gudan karto. walama awshaka aljeysha cala araxiil, xiidanka markii laysyiri hadduu dhaqaaqi doonaa waxba aanay ka harsanayn, iltafata ilaa jubayr ibn rabcan, abu sufyaan oo ah banduulihii ciidanka ay wuxuu soo umilicsan jubayr وقال كيف ولما اوشك الجيش على الرحيل التفت الي جبير بن مطعم يسال لها محاضره وحش يقول لي وحا يصوم يحسس يسوف يري جبير بن مطعم وقال متى سجيني هل لك يا ابا دسمه في ان تنقذ نفسك من الرب؟ سؤال بيديم وحش ولا شيء كذا نوضه وحش يو ابو دسمه ما انت وحدها يعني بمعنى ما جعلان لهي إن ما أنت أظن لماذا أركب البادت يعني إن الحرود دي موت. قلت ومن لي بذلك؟ ويا أرنكا إيسو دعين كرا إنت الرذين وإن حرنا ما أنهلئ. قال أنا لك به أنا كافر بي. قلت وحشي الله يغفر وكيف وصيش وستقل قتل. قال يغفر إن قتلت حمزة بن عبد المطلب عم محمد بعم طعيمة ابن عدي فأنت عتيق. هذا الدشيد بيقول حمزة وقالوا الدشيد على ركي طعيمائها حربات حربة ما دام على ركي للدلي طعيمة نبي محمد على ركي ودي مرك تلك بتلك النقطة. قال مركو حلية أما قلت عن ربي يا الله يا وحشي ومن يضمن لي الوفاء بذلك؟ هذا أنا سماية يا جرانتي سينية يا إيه ضمان قاضي ودعي كرتا وارن صورت قلع إنا دي له نيك الليل طعيمة لكن إنا حروب دونه ضمين بعضو بها. قال في من تشاء ولا أشهدن على ذلك الناس جميعا إنت دوت البيل ضد كردن وما خاتقيني البيل كري أيو حلقة فدي أوبريشن كاها إنا أكون نبي محمد أدريكي كتقدس. قلت أفعل وأنا أفعل إذا بيل أنا هوش أكون فلان وانصماليا وهوشيني. قال وحشي شكري سوى مغني عم بقول لي وكنت رجلا حبشيا نوحانا هذه الحبشية أقذف بالحربة قذف الحبشة مركا ورا مطورة يا مسيدة حبشة أطور تن أطور يعني أنا ورا مطور كمركا اللي يلاه نمبر وان بأي حاجة سيما أنت اللي يلاه مثلا هوش الحرفة دا وضن كابا إسكالي حرفة دا الجيسية دا صلى الله عليه وسلم بأسي اللي يلاه أيا مركا لقاها اللي ورا مبال أطور حبال الشيشة مركا لدهو أحباش تعيد كل شيء تبارك الله هاي وغيرين هل كما كي تاجن تاي وحبا الله شيء شيء يا وحبا ورا الله طورة يا نين حبشي بام راح أقول لك كاس فلا أخطئ شيئا أرميه به ما لان ربك تنا ولي في مساجد بني فأخذت حربتي بني وركبا قاتل ومضيت مع الجيش عين كيلا راعي وجعلت أمشي في مؤخرته قريبا من النساء قال لما كسعد بني halka dumarka u dhawilan ciidanka horweyntiisa ee ragga ah horey bay ku jiraan dumarkana gadaal bay joogaan si marka ragga ay ugaga ilaaliyaan wataanini markii safka la gelinay heeganka la gelinay inaan raggii aanay farxanin marka ama dib u goranin wuxuu anigu wuxuu inta u dhaxaysa marka ku jira raggana ma garab socon dumarkana way iga dambeeyeen bartankaasaan taagna fama kana li arabu biqitaal anu dagaal kuma socon guuro dan wax dana aan ka lahaa inaan dagaalo ma jirin isagu dan keli u lahaa dantiisa waa maxay in mishan baa loo diray xamza ayaa ku aadan daadiyay isaga marka ujeedkiisu aha xamza un ka takhallus dan kalama lahan wa kuntu kulama marutu bihinda
زوجي أبي سفيان أو مرت بي ورأت الحربة تلتمع في يدي تحت وهج الشمس تقول أبا دسمة اشفي واستشفي. وعند مركز سو هندي يصور مرته هندي طبعا ويهر بولي سادو مركز صامة مركز يصور مرته أنا وإسائي دافت أما ساء أصبح دافه أي أردت أنا ورنك ستة ورنك يساء وإفايا ودال علي إلا أنه رحمة مركز قبطه لعبة كبحية أما إفمارته إساسه إنه قبانه وحي إله يبويري مرفو يا أردت يا أبا دسمة اشفي واستشفي. هذا كان قلوب تودا شفاء كان أني كان نكا كأرب وصول يعني معنا وهذا راه موجي ونكا مانتا شغل كل هود درسي أي تهوفولين. فلما بلغنا أحدا وحن صوص عنا مكان أحد نمت والتقى الجمعاني لغذي عيدا نكور كي سارين وضيالكي وبلاغن خرجت ألتمس حمزة ابن عبد المطلب أنا مركي وشقيدة قبصده وحام بالله بإنا بادي قوبي نيكي حمزاها وقد كنت أعرفه من قبل فرانا وانا مقين وانين مركا أنا إيقا سوني كرماء ودتك إيقا سوني كرماء ولم يكن حمزة يخفى على أحد حمزنا من دتك إيقا سوني يرى أهين با لأنه كان يضع على رأسي ريشة نعامة ليدل الأقران عليه كما كان يفعل بذو البأس من شجعان العرب ما هذا يسجنا على حبا أحبا ما له حبا سارن جري قرية بالكيب وسارن جري قرية ما أنت بالشيء وسارن جري واسيد عادة أهيب أني منك قف كمركو جيسي هاي إنه الرجع كلا أساقي الله مثل إنه يرى هل كان بانجوا أحداث ده نقل هذا أما حسكو يسدي مو مركو إنن يسجنا مغضوبة أهاب درك الحاد كان إلهي سيدي مقر سو من جيري وما هو إلا قليل إن يرب مكة مسو وريجين تقال كوحو سعرب حتى رأيت حمزة يهدر بين الجموع كالجبل الأورق حائم مغضب نكي حمزاءها وصعد بوذي عينك كده حديثة المدرة تبدو بنية وهو يهد الناس بسيفه هدا وضط قصاص سافت أبو كرة يشفي فما يصمد أمامه أحد ولا يثبت له شيء وعي كهري ماذا مركي والوركة أي وحكى الرابسانو ضد يعني ننسكعي إياه لواي وفيما كنت أتهيأ له أنا ازديارتي كجرة وأستتر منه بشجرة أو حجر متربسا أن يدو مني أو إسكا قرينة إساق مرة بابا جيد بان الله بيكتا جباسي كدكتا من ليح بان إسكو بيكا إنت وحن رادين يا ممكن فرصد إنه يسوء الرواد يعني مركو كوريقا أركان وان إسقر يابل سيداتك وقال كبوري من يبوي إذ تقدمني إليه فارس من قريش يدعى سبع بن عبد العزة وحاي جهر مربي لنن دقال يهان وقريشة ومجلس البيج للسراع أما السباع ابن عبد العزة وهو يقول بارزني يا حمزة بارزني يصبح لي حمزة بل يصبح بحواكا كلمة في صومالي سوى برود بالديج سوى برود بالسعيدي يجري عيالك مركة عيالا لأنه قفع ما صوب مركة بروزتي لغة العربية بارزني يصبح اسكام وبناك اسكام نيكي بان مقلي سوالي فبرز له حمزة ويقول حمزة أصاب حبي سوالي هلما إلي يا ابن المشركة صادق واي هاي كان المشركة ضاي دشي هلما إلي طبعا هل كان مركة لا وصف مركة الوكا للدراسون ثم قال مركة سحيري ما أسرع أن بادره حمزة بضربة من سيفه فخر سريعا يتخبط بدمائه بين يديه مركي إلهي فقد ربيري مركي ونيكي حمزاءها أيا سيبتك لها مربيري نيكي هالكاسو كنا فواي إسو نيكي ساو الحجي فانوا الله كده عند ذلك مركي سبع سبع ومال ساري وقفت من حمزة موقفا أرضاه مال بانو أكري بير مال بانو يشتاق بير مال عن أسلي الله إله حتى تاقنت بوسوني لو طلقلات كشيش إلهي وجعلت أهز حربتي حتى إذا اطمأنت إليها مركاسا ساقر حبي ورنكي مركي أن هو صدي ودفعت بها نحوه مركاسا حقي سأسكو لقى جيب وباشي سأطو ربي فوقعت في أسفل بطني هلك حدون تواصل ماشا عراش ماشي تواصل كجمع ذبي وخرجت من بين رجليه مركاس اللي بيسوي كان حبي هلك أنت كجشي بهوسك محد بيكتبش
طبعا ولهد فخطأ أما فخطأ متثاكلا نحو خطوتين مركز يسقى أو عجها الجيلي اللي بعيش يكون على سعون كريم والله وقت الله ولن كيبوس قاد البيض ثم ما لبث أن سقط مركي هلك سكون على البيض والحربة في جسده يضع ورن كي نساجر كي سأو تاهيهم فتركتها فيهم ومغير قبيل مطابا ورن كي مطابا حتى أيقنت أنه مات إلا أن كهبصري إنه نفوائي أو نفبحي ثم أتيته مركزان صد الاشتاجر بيرويمي وانتزعتها منه مركزان ورنكي ساو غيسي تبير ورجعت إلى الخيام مركزان تاندري هلكي ربت نوع أهيد بنديو قلاب تبير وقعدت فيها هلكي قرام فارس إلا مش المدو سعودي إذ لم تكن لي حاجة بغيري حاجة دنام حمزاين أمو مبال حينبا وإنما قتلته ليعتق وأحكال المبدل محرر لهم كلية إن حرية دوانا بان هذه إلا حرية مش الكساسة مسلمين مش اندام انت مرق دمي ثم حمي وطيش المعركه دجال كيباسي انت سكسي كل هذا وكثر فيه الكر والفر مركز سعيدا كي وحمركي بكبتي وحلو يقان هيت ران اوبريشنز وكل فوق عرقي يمر ايضا انتي ملح جليان هروسي السودان يا ملح تل سوق لي دي وصل برتان ايضا طبعا اساس السوق مربق ولا دم مركز لو ريحي غير أن الدائرة ما لبثت أن دارت على أصحاب محمد وكثر فيه من قتل لكن إلى يوم القدر أبوير إن عليسك وصد الفولي نبي محمد كوحي سوى الله يكي عنا تكاد أبوير ضف ربضان ولا كلا وإذا قالت يوحد المسلمين تقف ربضان هكا يكو شهيدين تكتيك خلدانان تكتيك خلدان اللي مادين أو ماذا يوى بعض مرأة أمر رسولك صلى الله عليه وسلم يتوجيهات في ملتريك نبي صلى الله عليه وسلم ويسي iyo boosiyoni nabi waa baaruu iyo baraha kan yaa laga dhaqaaqan hadaa aragtaan inta iyada madaxiyana saal loo shafeeyo oo hilibkeenana ay haddu dul xoomayso aad aragtaan iyada shimbir ay noqodanayaan xitaa soo dhaqaaqin kidna arin adduunyo waa tan ay timid halka meesha iyaga dhanba buurta ay ka soo yaacaan waa tan quraanka subxaana wa tacaala oo tilmaamay jalla wacala walaqad sadaqakum allahu wacadahu in tahsunahu biidni حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عن وجبتلكم وقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم وهي لها صوت رمبا وحيكها لين إبسود كاس أمرا دع رضا إيضا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثل قلتم أنها ولما من عندي أفسك من الله على كل شيء قد يحب وده إن بضم أو آيات فرب بضم الصورة العمران ما كان يجرو إن إلهي سجاه وجه الله لقد بالله رد قال في بدر ولقد نصركم في بدر إنت الدم بالوحد إليه سبحانه وتعالى وجه الله أو ملك لك من وصل علمي عند ذلك ما كي ماشى ما يشى غدت هندو بنت عتبة على قتل المسلمين ومن ورائها طائفة من النساء هوني لي هندا أي أيضا صادقة وحسود الاشتاكتي ذاتكي للاي المسلمين تأه واحد دمر أنا وأيضا هقامين يسان وإكدن بيان فجعلت تمثل به مركز صاحب الإني جاترته وماشي ميتوليشن إنجليش كدوه فتبقى البطون عرواش يساو قد العين يسان وتقفى عيونهم ذاتكي لنتوي أموادا مركز إنها نساو قد وقلطلو ريس وإنها كساريس وتجدع أنوفهم مركز إسان كان جريسا وتصنم آذانهم مكان ديون الجوينيس هو مرايا عبد وجر ترك يعني ذاك كان اللي نواهوين أبيه وذاك ولك اللي بدي مركا مير بمار سيكولوجي يلا مسيك الأول ثم وضعت أو صنعت ده صنعت من الآناف والآذان قلادة وأقراطا فتحلت بها ودفعت قلادتها وقرطيها الذهبيتين إلي مركز يريد مركز يحكي كسر ميسانتي سامك أجدتي وحلو إنسان أجدتي وحلو حدقة أجدتي وحكي بقتي كار إيو سلسلة أي حرانة يسئي كعم قش إيو حيسكو قرحان سيئيات مركز يحكي إلى هذا الدين يقرطي يعني إيه ديبتي يعني إيه حدان محاهم إلا شيء كذا ولي وحاهم نوضة وحشي إبن حرب وقال مركز يحكي قلت لهما لك يا بعد اسمك كوان الله إسكالي إلا ووسامك ذهب كأها ما أردت أول مرة أنت أيسينا هو لك احتفظ بهما فإنهما ثمينان ما الذي قبلت وقالي ما أردت ما لسك وهدية عداد فقال الله سألوا هدية نيكي وحشية وضبتي مسلمين تعالى ما يشكوا الشهيدة وأدقوا هودي
وما أرتي وما الله مستعان وجر كودي وإنه هودي وحل قيب الوجه درت مركزا أي كمان نساء وحربان نساء وحي ولما وضعت أحد أوزارها مركز دقاق وكل دقيق عدت مع الجيش إلى مكة عينك إلى ديب الرغان إلي وهلك أن كني من مكة أهيك بل ديب الله بنا بيه فبرني جبير النطع عندما وعدني به واعتق رقبتي فبدوت حرا منك جبير النطع الآن لا أرتي وإي مري وإيغا صبح البلان تسي هو فيه ولي حري بير أنا حر أي أنا سأل كبير إلان ويشن با ليبو أغاو آنك إلا ندير ونسود دي خلاص إنت وحي نوع الرمي وحشي لكن أمر محمد جعل ينمو يوما بعد يوم لكن واحد عذب يقول نبي محمد يدعوه ذا وذي مالي مالي نكدم الدعوة وحايبين إيه صوت طرح شكوب شكوب وشي كعيس وأخذ المسلمون يزدادون ساعة بعد ساعة مسلمين تيترون ويسو إيه ويزيادة فكنت كلما عظم أمر محمد عظم عليه الكرب هذا الوحش هاي مركز طوء النبي محمد أرنك يساوي نار كربدا يوسي وينار يسيبون وتمكن الجزع والخوف من نفسي وحي أرقاقها يبقذنا أساسي وحي أسيكي إلى الذين يسيبون معنا مربع يعني كلما نبي محمد بها كان قبصة خلاص وسيمو بي هو الباصو إسلام وسيمو بي لم حلوق يعني إن روك صويران ننقصها من أطرافها بمارسة وعوق يعني وقت أن سأوسي فوقين إن قعام أبودي قدوم وما زلت على حالي هذه صار الحالة دي رهيب حتى دخل محمد مكة بجيش الجراء فاتحا وتنير محمد وعرف صدق تمشي مكة أهي يسوع عيدا لحال عرام رما وتأه جامني ومحل جار سنة سديدا ضم مكة فرتي ومكة رما قعدت على الجبل عند ذلك وليت هاربا إلى الطائف مركز عارف كده يبي هل كاي طائف من قبتي ماشي سنة التمس فيها الامن انا ماشي اسامني ايو نبت جليك هذه لكن اهل طائف وحسك يا رب ريا طائف ما لبثوا كثيرا حتى لاموا الاسلام يا انا هي كذبة اسلام في سدي ذنبي وعد وفدا منه للقاء محمد واعلان الدخول للدخول في ديني ومن يرى وبدي وحيد يرسل بالوفدي حق النبي محمد آلي سيد النبي محمد الله كل ما أين إسلام كودي ما شو عطى إسلام ماشي أن من جنيد كده كرر دينه وكان أهل كيدي ده في دجناء الدجان كان دجناء إيوه مسلم بالمقدم مكنا والله قبض صديق هل كي وكل شو كبر بارع إنتهى ماشي المان من جنيد سياسي وكرر دينه وطن إيوه مسلم كمكة وكباه مال والله ممكن نقول مكوى عند ذلك سقط في يدي مركب ماشي مر يسبيه أيان آدي آد اللي رقم بي في الك أنس بي رنتي آد برونتي أيان وغيرتي يعني وغير موجود بيري أما با وغش اللاي وضاقت علي الأرض بما رحبت روك كان أنت إلهي واسع وكدي جنا روك أنت على أقرب حد عليها نعيره ويكون موجود بيري وعيتني المذاهب ما الآن بقاط أنا من كان الله بيري يعني ما رأي كلمة واحدة لك سنة سدت في وجه طور ما شعر بكدي لا يعني المركزية الله فصل الباب دو لما يجي حرم بيه ما الآن طاقة ما مكان ما آلي كرو طائف ما آلي كرو مدينة ما بقى آلي كرو هل كي مسلمين تو أي عاصمة دو أي ما هو بحرم تبيه فقلت مركز سبحانه نسير بيه ألحق بالشام أو باليمن أو بعض البلاد الأخرى طلب موحن قبتها أنا آلا ما شام ما يمن ما نقول كلام آلا مركز قفك أدن تهريب كجرو قد مركز تهريب يعني ما قرنا يمشي كسر ما لهم هم كرائي هم كهرب الربا فوالله إلهي قدرت إني لفي غمرة همي أنا بروكتها ماشى كجدر شدة داس أهيسو إذا رق لي رجل ناصح مركي إلهي كل قد ربي نن ناصحة إلى أن ضبط أسكم ما أنا نن رنتي حكم الله يكون أنتعي أي عقل عبير إلى حل مركب شير ويحك يا وحشي وحشي وقلون حريصة إن محمدا والله ما يقتل أحدا من الناس إذا دخل في دين نعم محمد على ما إنه دلو قف دين كيس الصقر وتشهد بشهادة الحق قبل ماذا شهادتين كل واقف لا إله إلا محمد رسول الله إله دنا نبي محمد ما دلو قرت تاسع هو بشارين أبي يعني معنا قرر إنه إله وحقر ما أنت كنت بالي كلام هذا نهاية هذا إن إسلام إيش
فما أن سمعت مقالته مركي نيكا هذا في سي آن مقلب خرجت حتى خرجت ميمما وجهي شطر يثرب مركاسان بحيب أنا أباري حكا يمدينة من الورا أبتغي محمد أنا رحكا لأن أسعني محمد بار هذه فلما بلغتها مركي مدينة تجي تحسست أمره فعرفت أنه في المسجد كلمنا وحان حاسدي أو أن رادي أخبارتي سيدي وحال أبو شيخ بيد هكا سجوا مسجد كوجيرا صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في خفة وحذر أنا إسقالني دكتورين يوجدت أي مسجد كي قال بيد النبي يقول ومضيت نحوه وكاس حقي في أبا ربي حتى صرت واقفا فوق رأسي إلى أن اسكت التاجر وقلت سام انت اللي اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله مركي الى السبوت شهادتين كي بمركي بالواقع فلما سمع الشهادتين نبي مركو مقلي نيك كانوا الشهادتين رفع بصره الي ساس ويشا يبي النبي صلى الله عليه وسلم فلما عرفني مركو اجرتي انه وحشي انا هاي رد بصره عني ويسي تستبي وقال مكشي اوحشي انت الموحشي بعد هاي قلت نعم يا رسول الله رسول الله فقال اقعد وحدثني كيف قتلت حمزه بل اي فريسو يجي ورم سيدي قال حمزه ودي شيء حوالي اي شيء اي شيء فقعدت فحدثته خبر وفريسو بن الكد بن محمد العبد تقصد ما تنال له شيء لي انت وشيء بل انت لو قاضي انه ما شتقي انه نم ما عرفتي حبشي اها وحتوري كرو ويجي عقب تفاصيل شيء ما تنال له تحيي وهكا النبي ورم فلما فرغت من حديثي مركي شاكر عند النبي وكذا ماضي أشاح عني بوجه نبي ويسي جسد وقال ويحك يا وحشي غيب وجهك عني فلا أرينك بعد اليوم قلت وجهك يقرب الحمد وحشي ما أنت كده بيانا قارك إن سوء إسلام تجي الكذب سوء إسلام إسلام قوة واسع يعني ما تهيب معناه إدح يلي سي مالها مسلمين تدوين لكن وجهك هنا قارك تجي إلالي بي وجهك هنا أخي إلالي لأنه محايل كلما ونبي وحشي واركو بحصوح السنة يا أدلكي حمزة أنت بقي إلى ليبر فكنت منذ ذلك اليوم لا يبدل عمالك أتجنب أن يقع بصر النبي الكريم عليه وحانس كفو قاني إنه النبي ما أردت إنها يسار وأرجي ساسو أنا قيسا الله فإذا جلس الصحابة قبالته مركي الصحابة سأور فرديان بيل أخذت مكاني خلف قلاب الفريسان جيب النبي أسكت قريب جنرين وجيه قريب وبقيت على ذلك أغرن كساس وحالك وحتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جواه ربي إلى النبي وكدير يولي في ما لك بلا مالك يعني النبي صلى الله عليه وسلم هر فريسان فولك فول وجي كوجي اسمه هر فريسان النبي مرة بوجي وجي يوان في قرين جيل محر ويقع الصلاة بيولي ونو إسلامه والأمان قليل ودي كيس إيمان كيس مركع بالام وماشي لكن في وجي يومي بقرب ثم أردف وحشين يقول وحشي نور رمي هذا أنا قسدي وهذا أنا نوصي وغير وعلى الرغم من أني عرفت بأن الإسلام يوجد ما قبله أنا أك أو هبا إن الإسلام بيحي هريدا وترتري أنت أيوه فلنت وحشي يعني حمزة ذلك أندلي يوحى صدام إله يوه وترتري فقد ظللت أستشعر قداحة الفعل التي تركتها لكن مرة البابا وحائم وقتي وأن دريمي فعل كي أن لئمت فالحمر أقولها يعني إسلام كمان قفك صعب خلاص دم بيجي سؤال الله في صلاة يجيبه ما قبل عليه لكن يقول رساعة تاي هذا أنا وحمر اللي هرت عندنا إيه مقدي فلكي فاش وما أهديلك حمزنا رنتي وحوها أرن رنتي أن كسي حمواي وأستفضع الرزء الجليل الذي رزقت به الإسلام والمسلمين وحن آدي أبرنتي أفرقيني وآدي إلى فول حما مصيبة دي إنت على أكيد وأنا قيس إسلام كمسلمين تأدي إلى مسلمين وطفقت أتحيا الفرصة التي يكفر بها عما سلف مني مر الروح على مرخى عنن سوق بعد جرب وجد فرصة إن أنا هلا وأنا حاصل مسلمين تقوى المسيح كل دم لنا لو تستفيد لي وحن ربي ممكن إن إسلام بقبطه دور مرموقة مش يعني حدث رنتي عليه كي سلف أو مسلمين ترنتي أي كوه المامان دلكي حمزة أن لا يوه المامان أنت سهر هذين فلما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم برفيق العلاء رسول مرق بنته وآلت خلافة المسلمين إلى صاحب أبي بكر خلافة يوسف وابن أبي بكر رضي الله عنه
وارتدت بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذا مع المرتدين راب بني حنيفة أي ذكي الردوبي أي قيب كم النقلين أي يوم الردوبي جهز خليفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لحد مسيلمة واتن أبو بكر الدياري أيضا دقال لن تقال لما يا ننكي مسيلمة أحيان بني ماذا شاكت وإعادة قوم بني حنيفة إلى دين الله ضد كان أبر الهبابي نبي ماذا أشاكتنا إن دي بلو مسوع الإسلام كعيدا كان مركز الدياري فقلت في نفسي مركز صار عن سيري إن هذه والله تنو فرصتك يا وحشي وفرصتها هذه هذا فرصتها شيء فاغتنمها كفى رقبصه وكفى إيديس ولا تدعها تفلد من يدي يعني فرها كبه يعني بمعنى نبي مركو قيل يدوى تلوكتين ضد فربضان بها الدوبين كدي من أبو بكر رضي الله عنه دقال كيلو مرع حرب الردة وقتنا أبو بكر وكذا وتم أبو بكر وهذا العلوس والله لو منعوني قال إن كان دونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كده يوقفك كلا سارة شهادتين كي إذا كده أما نريد جرء بحين جنة أما حرق سيد الله وفا السيرو وفكي ما أنت الدينة بيلا دقال بنوع عدي سنة وتنوي وقتو دقال كلا دقال كان مركا ميالي لقد دقال لما حكم دا راب بن حنيفة وردوبي وننك كان يسكتو ليهين نبي نيوانا أشيكتي وأنا صار مرتين منه لها أمو أن أقع المسلم إنه كذاب بين شيء لكن نين كان أذكر هذا كان هاي سكتال كان هاي أو بين الشيء اللي قاتل من هذا كان راعي له محمد رون شيء وتن نصام مرت قصة سكرة نين كي مسلمة أها أضجع على لك اللي أيام أرجع ذي بيقول نكان سامع زير بيقول الله اللي هذا دي فرصة وقوس ومع جانس كان ذات هالشيء ثم خرجت مع الجيوش المسلم كان سنعين كمسلمين ترى عبي وأخذت معي حربتي التي قتلت بها سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورنتي أن كنت دليل سيد الشهداء وحمزة أهان هرم موسيقى تبي وآليت على نفسي مكاسان دار وحان كوك علي أن أقتل بها مسيلمة وأطفال بالشهادة إنا إذ لو ورنك عن كود لها مسيلمة أما هدي أقول يرات أن ما شاس كل شيء أما هل لو يدي لمنك وعنك تخلص فلما اقتحم المسلمون على مسيلمة وجيشي حديقة الموت مركي المسلمين تي عينك المسلمين تي يسكت جوق جوقان الصح كوك علي بارتي لما بعد حديقة الموت أو أي روك تكبتين مسيلمة عينا كيسي مركي سلك الله قلال وهل قال لا يسكو حمبارك ولا الجباحي والتحموا بعداء الله عدو إله إن إسا مالا حبسو الله قلال جعلت أترصد نكا كان مركي تكتيكي سوى التقان تكتيكي وحمزة كدير جعلت أترصد مسيلمة وحمد الله بيقول إن آن ننكي لها مسيلمة أنو مركي شرانه وأن أن قاضي فرأيته قائما والسيف في يده وعلى ركنك يساء تاغره سيرنك عن تكسيت ورأيت رجلا من الأنصار يتربص به مثل ما أتربص أنا به وعن قراءة كهدنا ننك لا وأنصار تكمد وإذن مال وقبان وقبان مال سمع فصل أني عن قاري إذن قاري إذن الحرم عنده مسيلمة دي بالله لأنه وعن قول جناب الله وقوانا بكل جناب كلانا يريد قدنا مثل السؤال لك من الأنصار يعني لابد أن نحرم نقول إنا مسيلمون مالك الله مصر نبي فلما وقفت منه موقفا أرضاه هل كذا ما كان في استاجب لي وما يجي ولا حمزة ما في استاجب هززت حربتي على حوالي وكان تكتيك بولي نقول بصوا تكتيك ملا هو مصارع على نقول بصوا ملا هبقى على مركو ما يجي سوكي لحربة إسان ما كان على وحوة ما يجي في المركو استاجب معاش وصاقوا روح عمر وان روح أبني حتى إذا استقامت في يدي مركي بهاش إيقا عنت إساء سود الرسل دفعت بها نحوه مركاسان حق سكوشي داون الهوب ريسك فوقعت في مركز يكون عليه وفي نفس اللحظة تبين إذ لدقيقة دا أورم كوسا نينك ومعركتي دنكي سوباقي التي أطلبت بها حربتي إذ لوقت يان ورنك طوري على مسيلمة كان الأنساري يثب عليه ويأكيل له ضربة بالسيف وابا نينكي أنساري أن تكسو بودي بوساه مرد العبي وهي فربك يعلم أيون قتل فهذا سوى الدين لإلههم ما قرنك كان الدين ما هو فورنك أنا أن قطوري بيكون فواي ما سنينك أنساني قاسنا ما إيش يكون جري أيا أنتو سافتي لسه بودي ما كسرك كجوي مش هيك لكن لبلا النبى وهي سكوت دقيقة بانيك لبلا يجنب لي بعدي جري مرك فإن كنت أنا الذي قتلته أكون قد قتلت خير الناس بعد محمد حدان سأنو هاكيد دلي نيكا كان مسيلمة كذابة ضوح عن هاي بيلي أكون قد قتلت خير الناس بعد محمد وقتلت شر الناس أيضا
waxaan maqanayaa buu yidhi nin dadka kan u shar badan dilay sidaan u dilay ninka dadka u khayrka badan xamse ree marka labadaas buu leeyahay marka kafad iyadu khayr keliya ah oo ah inuu Musaylama u dilay oo kadaab nabinima sheegtay oo nin nabiga sal alla alay wasalam uu ku tilmaamo kadaabiinta waa weyn xamsena waa uu dilay markuu kaafirka ahaa dee qof kaafir laakiin islaamkii uu soo islaamay ayaa wixii oo dhanba isku foogsada maxaa hadii dembi loo haysto nebigu uu dili lahaa sal alla alay wasalam waxaa kale oo nebigu leh wejigaaga leexina macnaheeda maaha inuu dembi diineed ku jira maaha ee laakiin nebiga sal alla alay wasalam wuxuu halkaa ku muujiyey bashariyadii salawaatullahi wasalaamu calayh bimacnaa wejigaaga leex buu yahay soo xusuusina adeerkay laakiin dembi kuma jiro waa ilaa waxaa la dhihilaa geedka la saara ama surka laga gooyo ama wuxuu la imo arrinkan isagu iska dhaadhici waxshi uu leeyahay waxaan anugu raadinay wuxuun ma aragtay aan muslimiinta ku ilowsiya ama ay ku halmaamaan waa dadaal marka uu muujiyo calaa kullin gacantaas waxay ahayd markii dambe gacan khayr badan haddii marka hore gacan shar badan ay ahayd ilaahay subxaana watacaala u naxariisa radi allahu canhu ardaahu saxaabigii noo xigay waa xakiim ibnu xizaam oo nin isagoo weyn islaamay waxbarashadana bilaabay runtii darsi weyn inoogu diraadii ilaahay subxaana watacaala bilahi tawfiq